الحقيقة تابعنا هنا حجم العمل وضخامة العمل ومستوى العمل كما وكيفا. الحقيقة يعني أنا شخصيا سعيد بما أراه من هذا، سواء من حجم العمل أم من مستوى العمل أم من جودة اللحوم بشهادة الجميع. يعني رأينا من أول وصول اللحوم في المبردات إلى عملية التشفية إلى عملية التعبئة إلى عملية الوزن إلى عملية التجميد، كلها خطوات عملية مدروسة. والحقيقة أهم ما فيها الروح، كل من يعمل سواء من العاملين بالأوقاف، سواء في وزارة التموين، سواء في الجهات التي شاركت معنا. الحقيقة أنا شايف الروح، الناس بتعمل بوطنية وإخلاص، وأنا متأكد إن سيادة العميد والسادة المشرفين على المجزر هم قبل ما يراعوا الأوقاف بيراعوا ربنا. أنا متأكد إن هم قبل ما يراقبوا اللي يشوفوا مراقبة الأوقاف أو متابعتها، هم مراقبتهم لله عز وجل، لأنهم عارفين ده رايح لمين. وهو إحنا كلنا بنجتهد أن نصل إلى المستحقين أو الأسر الأولى بالرعاية بأفضل وأجود ما هو موجود. وهذا دأبنا ليس في اللحوم فقط، يعني عندما كنا مثلا نتعاقد مع وزارة التموين على نوعية معينة من الأرز ناخد أعلى مستوى، يعني أفضل مستوى يجب أن يقدم لأصحاب الأسر الأولى بالرعاية. وده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والحقيقة أنا بأكد هنا أني رأيتم القطع المتميزة اللي هي يعني ربما يحجزها البعض من الجزارين لخواص أو لنوعية من الناس أو بأسعار معينة، هي تذهب يعني أفضل قطعة في اللحوم تذهب وبطيب نفس وبحب وبمودة إلى المستحق دون من أو أذى. طبعا احنا يوميا متوسط توزيع 15 طن يوميا تقريبا. حجم العمل حجم هائل، يمكن احنا اصلنا ان نكون انا موجود عشان نطمئن بنفسي، رغم الحمد لله ان التقارير والمتابعه اليوميه وجوده اللحوم التي تصل. وهذا العام من افضل الاعوام اداء، وربما لان التجربه كل سنه بنضيف لها جديد. يعني هم مثلا على سبيل المثال سياده العميد هيكلمك فتحوا نفق جديد مستوى التبريد 38 تحت الصفر. مثلا لا شك ان الشباب اخذوا خبره اكثر اللي بيشتغلوا في المشروع، لا شك ان الناس تعمق لديها اهميه المشروع من الناحيه الدينيه ومن الناحيه الوطنيه ومن الناحيه الانسانيه. فانا شايف الحقيقه حتى فريق العمل حتى الشباب اللي بيشتغل من الجزارين انا شايف انه بيشتغل بحب، لانه حاسس ان هو يعني بيعمل حاجه لله. وبنت حتى كمان طبيبه طلعت على المعاش وجت قالت انا عايز اشتغل في المشروع عشان اخد الثواب، يعني شوف رغم انها على المعاش هي طلبت تيجي تشتغل في هذا المشروع. ده دليل على اني مع الوقت الناس بتحصل لدى قناعات. النقطه الثانيه سياده العميد يقول لما جاء دخلنا جوه كل الدهون بتعزل بعيدا عن التعبئه تماما. حد يقول لي طب ده بيروح فين؟ هم كشركه كبيره الجلود لهم مصدرها في تصريف الجلود، حتى كل جزء الأظافر الرأس كل جزء منها هتلاقي مطاعم اللحوم الرأس هتاخد منهم الرؤوس، مصانع الجلود هتاخد منهم الجلود، والجلد عندهم هيطلع سليم 100% في الغالب الأعم، فهيكون ثمنه أفضل من لو أنت جبت جزار اشتغل لك الجلد وأتلفه. حتى هذه الدهون لها مصانعها ولها مطاعمها، فهو بالنسبة له ما عندوش فاقد. طب الفاقد ده بيروح فين؟ ده بيتحول لقيمة مضافة، لأن أنا ما بحاسبش اللي على تمن اللحوم فقط، لا بحاسب على تمن الجلد ولا بحاسب على تمن الدهون، لكن هي بالنسبة له بيبيعها بتعوض له، فبننزل مع بعض بسعر اللحوم. على عكس لو أنت ذبحت تذبحها بنفسك الجلد غالبا في حكم الفاقد، الشحوم والدهون غالبا في حكم الفاقد، اجزاء كتير جدا حتى الاظافر انت مش هتعرف تستفيد بيها ولا انما هو هنا كل جزئيه بالنسبه له بتتحول لقيمه. طب احنا بنعمل ايه؟ بنستعيدها مره اخرى الحوم، لانها ما بتاخدش الا اللحمه، يعني هو بيصرف الجلود، بيصرف الدهون، بيصرف الاظافر، كل جزء لحمه الراس كل ده
بيصرف. اما القطع المتميزه كالكبد والكلاوي فنحن بناخدها نوزعها على الاسره الاولى بالرعايه. فهو بيعمل ايه؟ كل جزء هو بياخده بيحوله قيمه مضافه وبيعيده لنا في شكل لحوم، بحيث ان ثمن الاضحيه باختصار يذهب كاملا لحما مشفى الى المستحقين. احنا متعاقدين على 1200 طن، وان شاء الله يكون في زياده حوالي 15 طن، لان احنا ما بنخليش جنيه واحد يطاح للسنه التي ايه بعدها. الاضاحي بتذبح في الوقت الشرعي للذبح، ثم بتحفظ عندهم في المبردات، ثم كما نرى بيتم توزيعها يوميا بمعدل 15 طن. العميد محمود السعداني، رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للحوم والدواجن. الشركه احدى الشركات التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه تابعه وزاره التموين. هو الحمد لله تم توقيع بروتوكول مع وزاره الاوقاف، بين وزاره الاوقاف ووزاره التموين، تنفيذ 1200 طن لحوم مشفاه. دي توزع اضاحي وصدقات بمعرفه وزاره الاوقاف. احنا طبعا بنرحب بحضراتكم في المجزر في البساتين، مجزر جيركو. اللحوم بتيجي من السودان على المحجر في منطقه توشكا، بتنتظر وتم تغذيه الابقار على عليقه في مصر هنا، ثم يتم الذبح في المجزر في توشكا. بتنقل الذبائح من توشكا الى المجزر في البساتين، عربيات مبرده، يتم استلام اللحوم زي ما حضرتك تفضلت وشفت. يتم استلام اللحوم، بتدخل صاله التشفيه، يتم تشفيه اللحوم، ثم تقطعها وتوزن اوزان كيلو، يتم دخول نفق التجميد، ثم يتم دخولها الثلاجات وتوزع معرفه وزاره الاوقاف زي معالي الوزير ما تفضل وقال، في حدود 15 ل 20 طن في اليوم. انا الدكتور اسامه فايز حنا، رئيس قطاع الفروع في الشركه المصريه للحوم والدواجن، احدى شركات الشركه القابضه التابعه لوزاره التموين. احنا ابتدينا المشروع ده من 5 سنين. المشروع ده ابتدى، اول طلبيه دي كانت 230 طن، السنه الثانيه كانت 330 طن، السنه بعديها 560 طن، السنه بعديها 1150 طن، السنه دي 1200 طن. الارقام دي بتدل على ايه؟ على نجاح هذا المشروع. المشروع ده سد فجوه عند ناس غلابه على مستوى الجمهوريه كلها، من افقر قريه وزاره الاوقاف مسؤوله انها توزع، بتساعد بها وزاره التموين انها بتوفر لها المنتج، بتوفر لها التشفيه، بتوفر لها كيس لحمه آدمي يقدر ياكله الانسان المحتاج، بيوصل له لغايه عنده في البيت بعربيات وزاره التموين. المشروع ده سد فجوات كتير كانت بتحصل زمان، من ناس كانت بتستغل حاجه الناس للاكل، فوزاره الاوقاف الحمد لله تنبهت لهذا وابتدت تشتغل في المشروع ده لغايه لما وصلت للمنتج ده. الارقام اللي احنا قلناها في البدايه دي تدل على نجاح المشروع تدريجيا، وده يشهد لوزاره الاوقاف المصريه. عمر عوض، العضو المنتدب للشركه السودانيه المورده للعيون. بحمد الله احنا نعتز ونفتخر انه للسنه السادسه على التوالي احنا جزء من هذا النجاح، من الملحمه الوطنيه الكبيره اللي بتقوم بها وزاره الاوقاف وبالتعاون مع وزارة التموين عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية للحوم. العيول السودانية بتأتي من مراعي طبيعية، بتأتي قبل فترة كافية ب3 أشهر تحت إشراف بيطري كامل بأطباء بيطريين مصريين ومن مراعي طبيعية، ويتم علفها هنا في المحاجر المصرية ورعايتها عبر برضه أطباء مصريين من هيئة الطب البيطري، ثم يتم ذبحها في المواقيت الشرعية حسب أيام التشريق في المواقيت الشرعية للأضحية، ويتم هذا بإشراف كامل من وزارة الأوقاف. هنالك طاقم من وزارة الأوقاف، الدكتور محمد عزت، الشيخ محمود، برضو بنشكر الأطباء البيطريين في أسوان في المجزر، دكتور عصام وصفي هيئة الطب البيطري، دكتور سيد، كل هذا التيم والدكتور أسامة فايز، هذا التيم يعمل على إنجاح هذه المنظومة. وطوال أيام التشريق يتم ذبح هذه الأضاحي ثم تسليمها للشركة المصرية للحوم حتى يتم تشفيتها وتعبئتها وكذا.
وحقيقة هذه ملحمة وطنية متكاملة يشارك فيها يعني كل هذه الجهات، بنشكرهم ونعتز ونفتخر أننا جزء من هذا العمل الكبير. لدينا مزارع في شركاتنا، ولدينا أعداد يتم انتقاء هذه العيول المخصصة لصكوك الأضحية عبر معايير طبية ومعايير شرعية حتى تكون الأضحية جائزة. وهذا العمل يتم سنويا بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، ويتم تطويره عام بعد عام حتى نصل للطريقة المثلى، وإن شاء الله العام القادم يكون أفضل والكميات أكبر. والملاحظ أيضا أنه الكميات تضاعفت من 2016 ل 2017، يكاد يكون كل مرة ضعف الكمية، وده يؤكد تكاتف الشعب المصري وحبهم للخير وحبهم لعمل الخير.